السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا، أنا عايز كتاب في السيرة النبوية يكون شارح مفصل جدا. ها؟ أنا عايز السيرة النبوية يكون شارحها بشكل مفصل جدا. مفصل جدا. أيوه في كتاب، يعني في كتاب السيرة لابن هشام، تمام. لكن في كتاب السيرة لابن هشام، لكن أنصحك باقتناء الطبعة المحققة. وفي كتاب جامع طيب للشيخ إسلام أبو عشرة، جمع المادة الصحيحة، المادة الصحيحة، فممكن تأخذ الكتابين معا، تمام. ينفعك الله بهم. هذا في الأسلوب الأدبي طيب وسهل، والثاني في النسخة المحققة، الثاني في الأحاديث المحققة. تمام يا شيخ، الله يسلمك، عفوا.